نروح للعبة الأهم في المباراة، ودي يمكن أنا بقول يعني كان يجب على الحكم احتفال ركلة جزاء صحيح النادي الأهلي. بنقول محمد شريف هنا يعني اللاعب أحمد موسى لاعب المريخ، هو حاول يلعب الكرة ولكن لم ينجح في لعب الكرة، وبالتالي الركل هنا موجودة كابتن. هنا اللي شفنا الرجل القدم الشمال جاية في بطن أو صدر اللاعب محمد شريف. موقع تركز الحكم هنا يعني. نعم كده شايف موقعه هنا، بس هو شايفها برضه يعني يقدر يشوفها بوضوح ولا كابتن؟ بص كابتن، هو هنا بيحاول يعني ايه يعني، بص لو انت شفت حياتك بيحاول يبص او يفتح زاويه يجيب دماغه بالظبط، بس هو فتح الزاويه مش وانت موجود واقف، مش انت واقف او انت بتجري، فتح زاويه كابتن شريف بتفتح سبرنت شمال او يمين عشان تقدر انك انت تفتح زاويه نفسك وتشوف الحدث كويس. ما تجيش عمودي على 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 الحاله، ولكن كان يجب عليك انك انت عندك القراءه الجيده لهذه الحاله. الراجل اللاين مان يقدر يديله يقدر يديله الحاله ديت، ولكن انا شايف انها ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لنادي الاهلي لصالح لاعب نادي الاهلي محمد شريف، نتيجه التمركز اللي مش هقول خاطئ ولكن نتيجه ان هو ما عندوش قراءه جيده لهذه الحاله. وبالتالي بنقول ان ايضا الوقت لما هو زود الوقت هو كان عاوز يثبت للكل ان انا اصابتي ما كانتش اصابه نتيجه ضعف اللياقه البدنيه. كابتن ايمن هو حاول يعني لعبنا لحد دقيقه 97 وكان يجب عليه ان هو في الدقيقه 95 ينهي المباراه.